يو واتس اب يوتيوب. اول شيء انا حابه ان انا اعتذر اني انا اخرت الفيديو كم يوم، بس لانه الجيو كانت مره عادمتني وكان عندي صداع مره عادمني، فحسيت انه انا لازم اكون نفسيتي كويس عشان اصور لكم يوتيوب فيديو. هذا اول شيء حابه اعتذر عنه. ثاني شيء حابه اعتذر عنه شعري في الفيديو هذا، لانه شعري لسه مبلبل وحالته حاله، ف just ignore the hair because I'm finally in the mood to do a YouTube video. YouTube video اليوم حيكون عبارة عن reaction because ما عندي محتوى، ما أعرف إيش أصور لكم وأنتوا تبوني أصور لكم. وشكرا على 3000 سبسكرايبر، مرة شكرا. وبس we're gonna start watching your TikToks اللي رسلتوا لي إياها على Discord. أوكي يا رب ضحكوني، يعني بس في مزاج ضحك، فيا رب ضحكوني. أوكي باين انك بنت محترمة. احترم نفسك. احترم نفسك. واضح انك تعرفين تسولفين ما شاء الله. حيل. اي يعني ترى وايد ناس ما يعرفون يردون، عادي قولي ما اعرف ارد. لا اعرف. تعرفين؟ ايه. باين انك بنت خلوقة. خلق الله مثالك. خلق الله مثالك. لا تعرفين تسولفين ما شاء الله. شوفي يبا. اللي بقوله لك ان شاء الله ايه؟ الله يحفظك. تم. تم. تم الله عدوك. الله يحفظك تم. يعني عندك الموضوع تم. إيه؟ احنا نموت انت تظلين عايشه تم ان شاء الله. الله يحفظك تقولين اللهم امين مو تم. الحمد لله. مدرسه انجليزيه. مدرسه انجليزيه. إيه؟ شوفي باينك بنت محترمه وطيبه. إيه؟ بس يعني طلعي من السفاره بسرعه. ما ابي يا بنت الناس. طلعي. ما ابي. طلعي. ما ابي. برا. طلع. سفاره. ما راح. طلعي. أطلع. برا. طلع. سفاره. ما راح. طلعي. أطلع. يا بنت الناس طلعي ذبحتيني. ما ابي اطلع. انت ايش فيك؟ ترى انا ما راح اطلع الا اذا اخذت الفيزا. لو عدوج يعني تقدروا ترسلوا احسن من كذا. انا متاكده يعني انا متاكده. fucking grenade the bastard. يا وي باستد يا وانا جرينيد يا فاك. اوكي 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 ذاتس فاني جرينيد ذاتس فاني ذاتس فاني ذاتس فاني. how to eat a pineapple pizza. how about we don't. Okay. A pineapple pizza. Nah. Let's put pineapple. Let's have it. I love when pizzas are too big for the box. Put pineapple, صح؟ أي والله. Beautiful, beautiful pineapple. Look at that beautiful crust. Now, when we cut this, the one bad thing about the pineapple it slides around. حسن نعمة الله يا أخي. All right. So to properly eat a pineapple slice, what you want to do is watch my fingers here. You want to get a really nice fold. Look at how that crust holds up. I mean, come on. Where else are you going to find a slice in Western Pennsylvania with pineapple on it that holds up like that? David Portnoy, you got to get your ass in here. But here's how you properly eat a pineapple slice. It starts with the fold. That pineapple has to be kind of like right there in the center. And then right before you put it in your mouth, you throw it in the f***ing garbage. Pineapple does yes. not go yes. on pizza. Yes. This is a really good one. I'm going to show you how. Yes. True. Pineapple pizza is the worst pizza ever. Listen, I've never had pineapple pizza. بس أنا متأكدة إنه شيء مو حلو. Okay, شيء أبدا مو حلو. نفس السلطة اللي فيها حبحب وجبنة فتة. ما أدري. It doesn't make any sense to me. استغفر الله. اوكي حلوه. طبعا زي ما كلنا فاهمين ان خيال المقاتة بيتعمل علشان خاطر يخوف العصافير وما تنزلش على الزرع، انما الباشا عامل لي خيال مقاتة يقطع خلافنا احنا ليه يا بني ادم. طبعا زي ما كلنا فاهمين ان خيال المقاتة بيتعمل علشان خاطر يخوف العصافير وما تنزلش على الزرع، انما الباشا عامل لي خيال مقاتة يقطع خلافنا احنا ليه يا بني ادم. او ماي جاد والله مره يخوف. انا بنخرش. هذه شفتها. هذه ماني مستوعبتها. What in the dog witchcraft Alumi Baki is going on here? What? شلون؟ ما ماني مستوعب. ما أدري. It's so weird.
Kelly. Selfie. Smile, please. Aww. That's so cute. Wow. Well, guess I'm gonna sew it myself. What the heck? Mama! What's going on here? If you can balance these three coins on the edge of this glass without making them fall, I'll give you $100, all right? That's impossible, isn't it? That's impossible. But you cannot use glue to glue it to the glass, and you cannot use tape or anything like that. All right? Go ahead. Do you want the easy way or the hard way? What do you mean? I just said you can't use glue or tape. What do you mean? How are you supposed to do it? والباب يجيك إلى حدك. الله. مليونين وشونه؟ أنا موتر أبو خصية الرجف الذاتي حيورك مياه. نعمل يا حبيبي هذا الباب. صلى الله. بضغط الزر يا جماعة الخير. Kid, huh? You are. You are short. يعني أنت سما وقفتوا لسه قاعد ترسلوني شوية ميمز. أنا المشكلة إني أنا مرة طلعت فما أعرف مين الرسل هذه. بس والله لا طلع كل رسلتها والله العظيم. My dog's video. I asked my dog this morning how his week's been going, and he said rough. Aww. And I felt that. Felt that. Oh no. You can take a small bite. Just bite the corner like this. You see? Just bite it. Gentle. You can take a small bite. Just bite the corner like this. You see? Just bite it. Gentle. مرحبكي ما في شيء يبكي ترى ما في شيء يبكي المعلمية ما في شيء يبكي أبدا. هذه مرة أحبها. هذه هي نفسها دام شو على ستريم صح؟ أي نفسها. She's so good. Oh my god. مستحيلة يا اخي فنانة. Look at this. She's so good. Tell me why. Ain't
nothing but a heart. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Legendary, legendary. Come on, Toast! Come on! I you can do it! Come on! Come on! Come on! Do it! Do it! Do it! Do it! Bro, it's not that hard. Oh. يبا انا قصدي زي كذا استنبر اغطسطس يلايلي ما ادري وش ذا يناينو مايو مارس فبراير يانيو شهري انا قصدي زي كذا انا اي واحده فيهم يبا يبا لا تطير يا سكتان يا حمار بتطيح يبا لا بتطيح لا لا بتطيح بتطيح اها لا اها بيطيح امه يطير اوكي 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 للي ما يدري للي ما يدري في ديبيت بيني وبين الستريم حرفيا صار له يمكن سنتين قاعدين نتضارب على الموضوع انا اقول لهم ان الدجاج يقدر يطير كلهم يقولوا لي الدجاج ما يقدر يطير الدجاج كذا it just bounces off the floor بس هذا الفيديو يثبت كلامي ان الدجاج يطير انا المفروض انشكر لاني قاعد اعلم الناس في الستريم اشياء مره كثير فعفوا شكرا لكم انتم تفرجتوا معي ان شاء الله انبسطتوا والدجاج يطير لو سمحتوا لا تنسوا هذا الشيء تعالوا ستريم بعد ما تشوف الفيديو تعالوا ستريم قولوا لي انه كلامي صح اللي صار لي سنتين تقول الدجاج يطير كلهم يقولوا لي لا فالدجاج فعلا يطير المهم شكرا اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسوي لايك واذا ما انتم مسوين سبسكرايب لا تنسوا تسوي سبسكرايب احبكم وتكرر يور سيلفز واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باي